زيد الكره صغيره ما تفهمش. لتفضله بالحضور الشخصي في رئاسة مراسيم حفل توقيع مجموعة من الاتفاقيات التي تروم دعم القطاع الفلاحي بإقليم قنيطرة وتكريس جاذبيته الاقتصادية وتحسين مناخ الاستثمار الفلاحي به وتجويد المنتوج الفلاحي، فضلا على استهداف العنصر البشري خاصة من فئة الشباب وجعله محور الفعل التنموي، والتي من شأنها عبر تدخل الشركاء العموميين والخواص أن تضيف قيما مضافة ستنعكس إيجابا على مستوى عيش الساكنة الخارجية. وسيشهد هذا الحفل توقيع ثلاث اتفاقيات شراكة تعتبر ترجمة عملية وفعلية للتوجيهات الملكية السامية الداعية إلى تحقيق الاتفاقية والتكامل بين البرامج القطاعية والبرامج الترابية التي تسهر على تدبيرها المنظومة المحلية، فضلا على استهدافها للعنصر البشري الذي يعتبر صلب جوهر كل عملية تنموية، حداثي متطور بتفتحه وقوي وتنافسي باقتصاده وموارده لا سيما البشرية منها، وتحت القيادة الحكيمة والرشيدة لمولانا أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصر الله وأيده وخلد في الصالحات ذكره وأقر عينه بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وصنه الرشيد صاحب السمو الملكي الأمير الرشيد مولاي الرشيد وكافة أفراد أسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى. ماذا هذه الكلمة القيمة؟ ديال المكتب على هذا العمل، وكذلك السي الحرش اللي راه موجود هنا، بعض الجماعات تابعه للوفيس ديال روكوس. فشكرا لكم، ومره اخرى انا جيت سعيد باش غادي نديروا يعني هذه الاتفاقيات ونمشيو نزوروا بعض المشاريع اللي كاينه في جيحه. شكرا. هذا الزياره اليوم ديال الاقليم ديال القنيطره كتندرج في اطار تنزيل المشاريع ديال استراتيجيه الجيل الاخضر اللي طلقها جلاله الملك حفظه الله في 2020، وكتندرج كذلك في اطار الاتفاقيه على الصعيد ديال الاقليم لاجل واحد التنميه شامله. فكتهم ثلاثه ديال المحاور جد مهمه. اولا تحديث واحد يعني مجزرة في سوق الأربع اللي هي جد مهمة واللي غادي تدخل في إطار هيكلة ديال سلسلة اللحوم، وكذلك تحديث قنوات ديال التوزيع ديال اللحوم على الصعيد ديال الإقليم. والمحور الثاني كيهم فك العزلة على الضيعات الفلاحية في هذا الإقليم اللي هو فلاحي بامتياز واللي هو فيه كل يعني سباق لتحديث القطاع الفلاحي، واللي عطى المثال بالنسبة لمجال ديال الإنتاج عبر تحديث السقي. فالتأثير على الساكنة لا فيما يخص نقل يعني المنتوجات الفلاحية ولا التسويق ديالها، ولا كذلك الولوج ديال الساكنة ديال الدواوير ديال الفلاحة الأسواق والمدارس، وكذلك يعني التنقل على صعيد ديال الإقليم جد جد مهم. و المحور الثالث كيهم يعني جلب الشباب وجلب المستثمرين في يعني الاستثمار في سفيرة ديال سلاسل الإنتاج، وخصوصا فيما يخص التثمين وفيما يخص الخدمات الفلاحية. وهذا مشروع اللي فيه واحد الالتقائية بين المبادرة ديال التنمية البشرية واستراتيجية ديال الجيل الأخضر. هذه يعني مقاربة مثالية واللي غتعطينا واحد النموذج ديال الالتقائية ديال المتدخلين على الصعيد ديال يعني الإقليم، واللي فيها يعني الوزارة الفلاحة، وفيها وزارة الداخلية عبر سيد العمل، وفيه وزارة فيه كذلك الجماعات الترابية والمجلس الإقليمي والجهة. فهذه هي يعني النموذج ديال الالتقائية حول المشاريع ديال التنمية والتنزيل ديالها على أرض الواقع.
ما كانش اختفاء الحليب. كاين يعني هذه الظرفيه اللي عشناها ديال الجائحه، وهذا اثرت طبعا على التوازن ديال سلاسل الانتاج، ولكن احنا عبر يعني العقده البرنامج اللي كاينه مع سلسله مع الفيدراليه البيمهنيه ديال سلسله الحليب، كاين تتبع ديال كل حلقات ديال الانتاج ديال الحليب لاجل يعني المحافظه على هذا التوازن. وطبعا كيكون واحد الوقت اللي كتكون فيها هابطه شويه يعني الانتاج، ولكن حنا راه كاين تدخل وكاين دعم ديال الدوله، كاين الاعلاف المركبه، كاين هذا الشيء ديال استيراد ديال العجلات للحلوب، وكاين واحد التواصل مع المهنيين يعني مستمر باش نحافظوا على واحد المعادله جد مهمه. شنو هي؟ هي المنتج خاصو يزيد الانتاج ديالو، ولكن المستهلك ما خصوش يتزاد عليه ثمن ديال الحليب.